محمد مغاوري بزنس ديفلوبمنت دايركتور في شركه ادفرتايزنج. انا جيت كايرو اد سكول عشان الدبلومه بتاعت الاستراتيجيك بلاننج. الموضوع فرق معايا كتير جدا من اول البريف مع الكلاينت والنيجوشيشن حتى فكره البريف والاسئله اللي ممكن تخلي الموضوع يطلع منه فكره محترمه ككامبين لحد ما بنشتغل على البيج ايديا وبنطلع فكره بشكل بروفيشنال جدا. انا شغال بقالي 14 سنه، لا الموضوع مختلف، مش ال 14 سنه، كل كلمه هنا بتفرق، كل كورس هنا بيفرق. الناس الجورني نفسها مختلفه بشكل كبير جدا. انا بحب اشكرهم بجد على الاكسبيرينس اللي جت في الدبلومه. يمكن هما كام شهر بس، لا يعني كل يوم بتيجي فيه بتتعلم حاجه جديده. الناس اللي حواليك حتى اللي بيتعلموا، لا ده هما يعني كلنا بنتكلم نفس اللانجوج ادفرتايزنج وماركتنج، فالموضوع مختلف. بتتعلم مش بس من الانستراكتورز، من الناس كمان اللي بتبقى معاك في الكورس. فانا بشكرهم وبشكر كل واحد موجود هنا يعني بشكل كبير، والحمد لله انا جرادويتد يعني بعد كام شهر دول. لسه